الأشكال والألوان. عندي لعبة ممتعة تعلمنا كيف نميز بينها. هيا بنا إلى المربع العجيب. الأخرى من المربع، وإذا وصلت إليها ستذهب في جولة بحرية جميلة. انظر جيدا إلى الأشكال الموجودة فيه. هيا بك، كن جميلة على أي شكل عليه أن يقفز. عليك القفز على كل القوارب الخارجية. على أي صورة علي أن أقفز؟ هل ترون قاربا برتقاليا؟ نعم، إننا نرينا ماذا. اقفز على المربع الموجود أمامك. ها هو. والآن على أي صورة عليه أن يقفز؟ أين هي؟ أظن أنني وجدتها. هل تعرفون أي شكل عليه أن يختار؟ أين الصورة المناسبة يا ترى؟ عرفت أين هي؟ هل رأيتموها أنتم أيضا؟ هيا هيا قوموا. اقفز على المربع الموجود على اليسار. قفزت على الشكل المناسب. أنا سعيد. اخترنا الشكل المناسب واللون المناسب وربحنا. حصلتم جميعا.